تواجدنا مش ضد حد، احنا تواجدنا لاننا عايزين صالح كرة القدم المصرية. للأسف الشديد احنا مش شايفين رؤية للتخطيط لمستقبل كرة القدم المصرية. المشاكل اللي موجودة موجودة بقالها فترة، والناس اللي بتيجي بتزود المشاكل أكثر من اللي هي موجودة. يعني طبعا يعني أنا بشكر نادي جولدن جيت وبشكر القائمين عليه في الحقيقة، لأنهم خدوا على عاتقهم أنهم يدافعوا عن قضية هم مؤمنين بيها، وفي نفس الوقت في مصلحة كرة القدم المصرية. مفيش شك. ممكن ثانية واحدة بس يا كابتن لما يخلصوا بس عشان المسك بس. معلش يا حوامل يا الفترة اللي فاتت أنا دخلت اتحاد كرة القدم تقريبا سنة 2005. كان مشكلة الأندية هي الإمكانيات. الإمكانيات كانت ضعيفة جدا، كانت الأندية يعني بتصرف وبتسافر مسافات طويلة. فبدأ التفكير في تقصير المسافات من التاريخ ده. كانت طبعا يعني زي ما بقول لحضراتكم الامكانيات ضعيفه جدا، فالانديه كانت مرتاحه. فالانديه كانت مرتاحه طبعا بالمواقف، يعني بالمجموعات القليله اللي موجوده وبيعملوا بطولاتهم بسرعه وما بيصرفوش كتير وكده. الدنيا بتتطور وكرة القدم بتتطور في العالم كله، واحنا شايفين الناس اللي حوالينا اللي احنا كنا بنعلمهم الكرة هم دلوقتي بقوا فين ووصلوا لإيه وتقدموا بشكل كبير جدا، لأنهم ادوا العيش لخبازه. احنا للأسف الشديد إدارة كرة القدم في مصر يعني حدث عليها تغيرات كثيرة جدا. بدأ يخش فيها ناس ما بتعرفش في الكرة حاجة، بدأ يخش فيها ناس صعب انها يعني بتدور على مصالحها الشخصية ما بتدورش على مصالح الأندية. الدنيا تطورت، لابد مع تطور الزمن لابد ان يتطور الفكر ايضا. للأسف مفيش افكار جديدة. يعني انا اول ما دخلت اتحاد الكورة بفضل من عند ربنا انا قررت ان انا اعمل مسابقات الناشئين، لان انا لعبت ناشئين في النادي الاهلي، ولعبت ضد الزمالك، ولعبت ضد الترسانه، ولعبت ضد فقررت ان اعمل المسابقه بطوله الجمهوريه. واعضاء مجلس الاداره اللي معايا قالوا لي هتفشل والبطوله مش هتنجح، وقعدوا كسروا في المقاديف. قلت لهم لابد من عمل بطوله الجمهوريه للناشئين اذا كنتوا عايزين ناشئين يقدروا انهم يبقوا لعيبه كويسين في المستقبل ويفيدوا منتخب مصر، وتقدروا تختاروا منتخبات منهم حقيقيه. يعني لان كان الاهلي بيلعب في حتت نائيه جدا، والزمالك بيلعب في ابو النمرس ومش عارف وايه وحاجات غريبه جدا. الاماكن دي يتعمل لها بطوله لوحدها مع المنطقه.
انما الانديه اللي عايز تلعب كره قدم حقيقيه يبقى فيه منافسه. المهم المسابقه نجحت وبطوله الجمهوريه نجحت وبقت الامور هنا. اللي مهتم بكره القدم هو اللي عايز يخطط لكره القدم، هو اللي عايز يعمل حاجه جديده في كره القدم. يعني الدرجه الرابعه المفروض انها بتسلم الدرجه الثالثه، والدرجه الثالثه بتسلم الدرجه الثانيه، والدرجه الثانيه بتسلم الدوري الممتاز. المفروض ان يبقى انديه في انديه محترفين، يعني يبقى القسم ده محترفين، عشان ما ينفعش انت تلعب في الدرجه الرابعه هاوي وبعدين تطلع للدرجه الثالثه محترف، اللعيبه بتاعتك ممكن كلهم ما تقدرش تحافظ عليهم، لان ما فيش عقود وما فيش ارتباط بينهم وبينك، لان لوائح الاتحاد الدولي بتقول ان اللاعب الهاوي يقدر يغير صفته من هاوي لغير هاوي بدون موافقه ناديه. اللوائح لازم ترتبط بالامكانيات الماديه. اتعمل قانون الاستثمار واتعمل قانون، اصبح هناك شركات وبقى في ناس بتحط فلوس عشان تلعب كوره وعشان تفيد كره القدم المصريه وتفيد المواهب وتقدر انها تكتشف مواهب جديده. كل ده المفروض ان يتم مساعدته. الانديه اللي هتقدر انها تواكب التطور، لان كره القدم يا جماعه هي بتساوي فلوس. انا راجل لعبت محترف ولفيت العالم تقريبا وشفت كره القدم في دول كثيره جدا. لازم يبقى في امكانيات، والامكانيات دي ممكن يا تخلقها وزاره مسؤوله عن الرياضه للانديه، يا يخلقها اتحاد اللي مسؤول عن اللعبه. يعني على سبيل المثال اتحاد كره القدم المفروض انه يدي الانديه اللي ما عندهاش امكانيات يقف جنبها ويساعدها ويديها فلوس عشان تقدر انها تستمر في مسيرتها. انما ما يحدث هو ان اتحاد كرة القدم مدي ظهره ماشي الامور زي ما هي ماشيه، الناس مش ما بتفكرش في المرحله اللي جايه ايه اللي يعملوه. الدنيا اتطورت، طب احنا لابد من اننا نتطور. يعني شايف ان الاداره هي اهم حاجه. اذا ما كانش في اداره جيده لاي شيء مش هتقدم. لازم يكون في اداره جيده، لازم يكون في فكر جديد، لازم يكون الناس بتدور. ادام انت جيت في المنصب وقررت انك تخدم، يبقى حاجتين، يا اما تفرغ نفسك. ده في ناس ما بتروحش يا جماعه الاتحادات، في ناس ما شافتش من ساعه ما دخلت الاتحاد، ما شافتش الاتحاد وما بتروحوش وما ما بتبشرش مهمها. يعني احنا قضينا وقت كتير جدا في اتحاد كره القدم، كنا بنقابل الانديه كلها، مشاكل كتيره جدا قدرنا نحلها. فيعني انا بتمنى ان شاء الله ان المؤتمر ده يبقى له صدى. بتمنى باذن الله ان الانديه اللي هي بتحارب عشان تاخد حقوقها تقدر انها تاخد حقوقها، وان كنت يعني متخوف من ان احنا اتكلمنا كتير جدا جدا في حل مشاكل لكره القدم. يعني القرار للاسف بيطلع متاخر. احنا قلنا ان لازم يبقى في موسم استثنائي، انا الكلام ده قلته من 4 سنين، ان لازم يبقى في موسم استثنائي وبعلو الصوت، ويا جماعه والموسم اللي جاي ده لا يمكن هتقدروا تكملوا، لان واضح يعني الاجنده واضحه جدا انها مليانه. فعند في عند في عند الى ان تم موسم استثنائي. فكون ان هيتم الاستجابه الله اعلم، لكن انا بتمنى ان المسؤولين عن كره القدم المصريه واتحاد الكوره والسيد وزير الشباب والرياضه اللي هو المفروض مسؤول عن الرياضه في مصر كلها، انه يحاول انه يعني يلاقي حل لهذه المشكله، وخاصه
ان اتحاد الكره لعب في كل اللوائح، يعني شخره من اللوائح كلها، ما سابش لائحه الا لما لعب فيها. فالانديه اللي عندها امكانيات ماديه وعايز تطلع درجه ثالثه عشان تلعب كوره، يجمعوهم ويشوفوهم كم نادي، زي بالظبط ما كان الهبوط ثلاثة بقى اتنين، وزي ما مش عارف ايه بقى ايه بقى، يعني في عك كتير حصل. فبجملة العك يشوفوا الأندية اللي عندها إمكانيات وعندها رأس مال، دي مفيدة لكرة القدم المصرية، يعني دي حاجة هتفيد الكورة. فيجيبوا الأندية دي يشوفوهم كم نادي، أنا أعتقد إنهم مش هيعدوا العشر أندية، يعني أندية مش هتبقى كتير، مش هتعمل لهم أزمة إنهم يضيفوا الأندية دي إلى دوري الدرجة التالتة، ويستفيدوا من وجودهم إنهم يعملوا دوري قوي، ويبقى عدد المباريات يعني معقول، مش بتلعب 11 مباراة وتبطل الفرقة، ولا بتلعب 12 مباراة وبعد كده الفرقة تتسرح، كلام مش موجود في اي حتة في العالم. فيعني اتمنى ان يبقى فيه صدى للكلام اللي بنقوله، اتمنى الناس تفكر بتفكير بعيد تماما عن مصالح شخصية، يفكر في مصلحة كرة القدم المصرية. احنا لعبنا كورة ومثلنا مصر وخدنا بطولات، فكرة القدم تهمنا. انا عشان كده انا جاي النهاردة وبتمنى ان شاء الله ان الاقي ان كرة القدم تهم اتحاد كرة القدم. شكرا جزيلا. احنا بدأنا بالكابتن مجدي عشان نديكم الصدمة. انا بس عايز اقول لكم يعني من خلال البث المباشر، خليني الاول ارحب بالاعلامي القدير والناقد الرياضي الكبير الاستاذ دهور صيامي.